السؤال للأخ هذا يقول: فضيلة الشيخ، من تكرر منه سب الله هل له من توبة؟ من تكرر منه سب الله ولو ما تكرر، لو ما تكرر فإنه يقتل. التوبة تقبل بإذن الله، لا نتدخل في التوبة إذا كان صادقا فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، لكن لا يسقط عنه الحد، حد الردة، يقتل ولا يستتاب. الذي يسب الله ويسب رسول لا يستتاب، لأن هذا حد، ولا الحد لا تسقطه التوبة. نعم.